أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب تلفزيوني الإبقاء على المجلس النيابي مجمدا إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من شهر يناير المقبل. يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانيا، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، وقد تم بعض الأعداد للمنصات الإلكترونية، كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية. الرئيس التونسي أعلن أيضا عن إجراء الانتخابات التشريعية في شهر ديسمبر من العام المقبل وفق القانون الانتخابي الجديد. خامسا، تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 22 و2000، أي بعد حوالي عام من الآن بعد الاستشارات. لقراءة أوفى حول هذه القرارات ينضم إلينا من تونس شاكر الحوكي أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك سيد شاكر. إذن قرارات عديدة اتخذها وأعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، قد يكون من أبرزها إبقاء البرلمان معلق ومجمد حتى الانتخابات التشريعية التي أقرها في ديسمبر من العام المقبل. ما تقييمك لهذا القرار؟ سيدتي العزيزة، نعم، بات واضح أنه رئيس الدولة اليوم كشف عن برنامجه الحقيقي، وكل ما قيل في السابق عن حل البرلمان لم يكن إلا ذريعة من أجل الوصول إلى المبتغى الذي أعلن عنه اليوم رئيس الدولة. رئيس الدولة يريد دستورا على القياس وفقا لنظام انتخابي على القياس حتى يصبح المرشد الأعلى للثورة التونسية لا أكثر ولا أقل. هذا ما أعلن عنه منذ 2012 والآن دخل حيز التنفيذ. طيب، ولكنه تحدث عن استشارة شعبية نعم حول عدة نقاط، ربما فهم بأنه منها أيضا الدستور. في هذه الحالة أين هي يعني فكرة الاستفراز، الاستفراد والاستحواذ على كل شيء؟ الاستحواذ حصل وتم بمفعول الأمر 117 واحتكار كل شيء تقريبا. لو لاحظ المشاهدين اليوم انه خطاب الرئيس قام على ثنائية الظلمة والعتمة والخلاص، يعني كل ما مضى هو خراب، هو عتمة، هو ظلام، ويأتي السيد الرئيس لينقذ البلاد ويفتح عهد جديد من النور ويفتح عهد جديد من الآفاق. لا أعرف كيف يراه تلك الآفاق، لكن رئيس الدولة في حقيقته هو يعمل ويعمل يوميا وبشكل دؤوب على عزل تونس عن إقليمها، عن محيطها الإقليمي والدولي، وهو الآن يؤكد عزلة تونس من خلال هذه الخطوة التي يريد أن يقدم عليها. نحن ما لبثنا أن انتهينا من دستور 2014 ولم نستكمل بعد مؤسساته، ما الداعي لكي نضع دستور جديد؟ علما يا سيدتي، لن إذا كان يريد دستورا يعني مرحب به دوليا، فلن يكون يعني الدساتير اليوم تقريبا تخضع لنفس القوالب الدولية، لن يكون هناك بدعة جديدة في الدساتير، كل الدساتير تتشابه. لماذا هذا الوقت؟ لماذا نضيع كل هذا الوقت من أجل دستور سوف طيب يكون بعض مثل الإجراءات كل الاستثنائية؟ الدساتير؟ هذا إذا شاء أن نعم، يرحب به العالم. هي القرارات نعم يعني ليست فقط على مستوى الدستور، نعم على عدة أصعدة كما تابعنا. ولكن سيد شاكر، يعني
بعد هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كانت المطالب يعني الأهم أو الأبرز هي بأنه لا يوجد خارطة طريق، لا يوجد جدول محدد، لا يوجد برنامج واضح. ها هو الرئيس التونسي الآن يعلن خارطة طريق واضحة، استحقاقات، مواعيد بأوقات معينة. نعم، قضية التدابير الاستثنائية والإجراءات والتسقيف الزمني والاستحقاقات، هذه والوعود، هذه مسألة تلزمه وتلزم أنصاره. نحن مثلا، أنا كأستاذ في القانون الدستوري وجامعي وفي نفس الوقت عضوا في حملة مواطنون ضد الانقلاب، لن نعترف بهذه القرارات، لن نعترف بهذه الإجراءات، سوف نطعن في شرعية الدستور، وسوف يكون الدستور إذا يعني بلغ، يعني إذا حقق مراده، سوف يكون دستورا غير شرعي ولا يحظى بأي مشروعية، لأنه الأصل في الدساتير أن تحظى بالإجماع. لن يتمتع بتلك اللحظة، لن يتمتع بتلك اللحظة، ولن يرحب به دوليا، لأنه أذكر أن الدستور 2014 يعني لم يحظى بالترحيب الدولي إلا عندما حظي بموافقة وترحيب لجنة البندقية، ليس لجنة البندقية فقط. دستور 2014 يعني وقع رعايته لحاط به من قبل الأمم المتحدة ومنظمات المنظمات غير الحكومية الدولية. لم يكن دستورا على مقاس كما يدعون، كان دستورا وطنيا خضع للسيادة وللإرادة الشعبية، ولكن في نفس الوقت خضع للمعايير الدولية. رئيس الدولة يريد دستور دون معايير دولية، دون ترحيب دولي، دون استشارات دولية، ودون سيادة دولية. ما يزعمه من استشارات سوف تكون شكلية وعلى المقاس من أجل تحقيق غرضه الذي لا طالما طالب به، وهذا ليس منذ اليوم، هذا منذ 2012. نعم. شيء غريب ما يقوم به رئيس الدولة في الحقيقة. نعم. شكرا لك من تونس شاكر الحوكي، أستاذ القانون الدستوري.